عايز نعمل ايه يعني؟ يعني ايه تعمل ايه؟ هنقطع دلوقتي على المركب احنا الاتنين سوا، وريني بقى هتعمل فيه ايه؟ حنان ايه مالك قاعده ليه كده؟ بتعاطي ليه؟ ريم حصل لها حاجه؟ حصل لها يا حلمي حصل لها. ما تنطعي في ايه؟ بدك حمل ايه؟ ريم ريم رحيم هشام والله بس حبيبي حبيبي الكلام ده حصل ازاي؟ انت عارف الكلام ده حصل ازاي؟ قولي ان هو كان غصب عنك. ما تزوديش كسرتي، ما تزوديش كسرتي. قولي ان هو خطر وكتفك، هو شربك حاجه؟ ايوه. الكلام ده حصل فين؟ انطقي، حصل فين؟ عندي واحد زحمه، انا مش فاكره حاجه والله، مش فاكره حاجه. تغيرت، تغيرت يا ريم. شكلك اتغير، شكلك اتغير، انت ما بقيتيش ريم، انت ريم، انت ريم اللي انا ضيعت عمري عشانها، انت ريم اللي انا حاربت الدنيا كلها عشان بسمة من نور عينيها. دلوقتي خلاص النور بقى ضلمة، خلاص ما بقيتيش ريم، ما بقيتيش ريم حلم لحاجاتي، ما بقيتيش ريم حلم لحاجاتي، ما بقيتيش ريم حلم لحاجاتي. حلمي رايح فين؟ ما تضيعش نفسك يا حلمي. حلمي ايه؟ طب تمام تمام، مع السلامة دلوقتي. قبضوا على بوردة ورجالته. حلو قوي عظمته، اللهم صل على النبي. يلا في داهية، مع ان يعني بيتهيألي ابو وردة ده اكيد هيخرج منها. المهم انه هينزل من العودين الكام يوم اللي جايين دول، بس انا عايزك في حاجة تانية. المهم انك تبقى عينك في وسط راسك ومحدش يحس بيك. زيع انت بس عظمته وما تشغلش بالك بأي حاجة. طب ركز معايا بقى وطرطق لي ودانك على الاخر. عايز ايه يا زياد؟ عايزين ايه؟ انا عاوز منك ايه يعني؟ زياد مسافر وحب يسلم عليك ويديك بوسه. ايه يا زياد في ايه؟ اهدى يا زياد، كده احنا هنخسر بعض يا زياد. شام! استنى اكتر من كده، ميعاد سفري يقرب وكل حاجه لازم تخلص في اسرع وقت. طيب حاول تنفذ اللي اتفقنا عليه. سلام. الو
يلا بسرعة يلا. انت واخدنا على فين يا حلمي؟ هقول لك في السكة يلا بسرعة. بنت اشتري يلا. طب ربنا ما يحرمني من لمتكو دي. ايه في ايه؟ مالكو؟ الله انتوا ساكتين كده ليه؟ ما تردوا عليا، في ايه؟ ايه يا بابا مالك بتعيط ليه؟ في ايه؟ ما تفهموني. سيد انت عملت حاجة يا سيد؟ قولي عملت ايه بس يا سيد، فهمني. حلمي قتل زياد. زياد ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ زياد لا لا طبعا. زياد ايه؟ ادعيله بالرحمه، ادعيله بالرحمه. رحمه انت كمان، زياد مين اللي مات؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا بتقولوا اي كلام؟ زياد مات ازاي؟ ابني إيه؟